بطل شعبي. في بطل شعبي يبقى من مصر الجديده وعينيه ملونه وشعره بني وكده. لا بصي اصل بطل شعبي ده يعني واحد ابن بلد ومصر كلها اولاد بلد فعلا، يعني مش شرط بقى لازم يكون من مصر الجديده ولا مهندسين ولا شبرا ولا الشرابيه ولا حدائق القبه، فالحمد لله مصر كلها اولاد بلد يعني. اه دايما اللي بيبقوا عندهم نوع الوسامه ده، النوع ده من الوسامه بيحطهم في ادوار الجان، ادوار الشرير احيانا، انما كده يبقى هو البطل ما اعتقدش حاجه. بس يعني ده حاجه كويسه ان الواحد دي يوصل انه زي ما بتقول لو شكله كده بس قدر يقنع الناس انه حلو حلو بطل شعبي، دي حاجه كويسه. لا الحمد لا حلو لله. حلو الحمد لله. انا مبسوط النهارده انا معاكي طبعا. اشكرك. يعني انا بحب البرنامج بتاعك جدا، مبسوط طبعا الجمهور الحلو ده كله موجود هنا. اشكرك. طيب أمير بصراحة وبحق ربنا أنت مش مخضوض من ما شاء الله تشود من النجومية الساطعة اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا؟ مش هكدب عليك أقول لك أه طبعا مخضوض الحمد لله. بص الواحد كان ماشي بخطوات كويسة الفترة اللي فاتت، بس أنا حصل لي نقطة تحول في آخر ثلاث سنين. مش هقول لك بقى انا يعني ابدعت، لا خالص، انا بقول لك هو كرم من عند ربنا الحمد لله. يعني ربنا يعني السنتين اللي فاتوا دول كرمني كرم انا ما كنتش احلم بيه بصراحه. يعني من ساعه ما عملت كلبش في كلبش 2 في حرب كرموز، وفي النص كان في بينهم هروب اضطراري، فالحمد لله هم كانوا سنتين حلوين جدا. ايوه الخضه دي بتشوفها في ايه؟ يعني مثلا لما حد بينادي لك باسم باشا مصر لا ما اعرفش، يعني قول لي اكتر حاجه انت مستغربها في حياتك. لا بص مستغربها في حياتي انه لما باجي اقعد مثلا قاعده في برنامج محترم زي ده، لما بلاقي ناس فيه على وشها ان هم مبسوطين انا قاعد، ببقى مبسوط جدا بصراحه. جل يعني اكتر حاجه يعني ممكن تسعد اي ممثل انه يحس ان الناس اللي قدامه حابينه، حابين يشوفوه، حابين يقعدوا معاه. فطبعا البرنامج بتاعك برنامج محترم، الناس دي لما كلها جايه يعني بدعاوي عشان تحضر برنامج زي ده بالله. الباشا لا هم الباشوات والله العظيم. طيب امير يعني ممكن اللي يبص على اللقطه الاخيره كده يفتكر سياق او السلم اللي انت تدرجته لحد ما وصلت النجوميه دي كان سهل. الحقيقة انه انت كحرت جامد قوي يا لا انا اتبهدلت. انا اتمرمط يعني لا مش درجة مرمطة، لا يعني مش مرمطة، على قد ان انا كنت مبسوط ان انا بعمل ده. يعني انا واحد بمثل ممكن الناس ما تعرفش ان انا ممكن اكون بمثل بقالي 18 سنة، ده رقم كبير، انا مش صغير، انا عندي 40 سنة، يعني الشهر الجاي هتم 41 سنة، 10 10 77. 10 10 ده انت الميزان؟ ميزان. فطبعا بقى لي 18 سنه انا بمثل، بس طبعا بدايتي اكيد لو في ناس متابعه ان انا كنت بادئ ازاي، كنت بادئ طبعا يعني قبل ستار ميكر بكتير بقى. ايه ده انتي مذاكره؟ لا استني لا معلش حضرتك مدام ولا انسه؟ انتي مذاكره امير؟ من زمان من مسلسل حتى شباب اونلاين كذا، كان ليه كذا جزء وانا اتفرجت على اجزائه يعني، بس بصراحه كان احلى جزء لما استاذ امير كان موجود فيه بصراحه. ربنا يكرمك الله يخليك. ومن ايام ستار ميكر بقى طبعا. لا يعني بس لا بس بقى وانت مذاكره كلنا في البيت متابعينه انا واختي كلنا بصراحه. كل البنات اللي في البيت فيش رجاله بتشوفني خالص. لا لا احنا بصراحه يعني احنا في رمضان اساسي كان في صف حريم بيبقى قاعد كده سينما حريمي في البيت اساسي يعني، ده اساسي بصراحه. الحمد لله فكلنا بصراحه من صغيرنا لكبرنا يعني معجبين بيك جدا يعني. الحمد لله ربنا. ايوه انت انتوا كلكم عارفين انه ان هو يعني متزوج ويعول يعني. بس يعني لا عارفين يعني ما تفكريش عندي ثلاث عيال. لا لا ربنا يخلي يا رب. ربنا يخلي.